أهلا دكتور 2015، بهذا الفيديو راح نحكي عن كيفية تسجيل متطلب الجامعة. بشكل عام متطلب الجامعة بينقسم لنوعين، متطلب الجامعة الإجباري ومتطلب الجامعة الاختياري. متطلبات الجامعة الإجبارية هي 4 مواد ما في مجال للطالب يختار منها، وهي العربي والإنجليزي والتربية الوطنية والعلوم العسكرية. ونلفت النظر لأنه طلبة غير الأردنيين بيقدر يبدل مادة التربية الوطنية والعلوم العسكرية بمواد أخرى. أما بالنسبة لمتطلبات الجامعة الاختيارية فهي 5 مواد بيختارها الطالب من بين عدد من المواد. لتسجيل المتطلب راح نروح في جوجل نبحث عن اللي هو التسجيل الذاتي، وندخل على نظام التسجيل الذاتي في الجامعة الأردنية. في تسجيل المتطلب بيهمني 3 أمور رئيسية. الأمر الأول، شو هو المتطلب اللي أنا بدي أنزله؟ ولهذا الغرض راح تلاقوا لينك في الديسكريبشن راح يتحدث عن المتطلبات الاختيارية، وصف لها وشو بننصحكم تنزلوا وشو بننصحكم تبتعدوا عن. ثم بيهمني رقم المتطلب اللي أنا بدي أنزله، ثم الشعبة اللي أنا بدي أنزل المتطلب فيها. لهذا الغرض راح نفوت على الجدول الدراسي ونختار متطلبات الجامعة الاختيارية ونضغط على بحث. بعد ما اختار المتطلب اللي انا بدي اياه باجي عند هذا المتطلب اللي انا اخترته. مثلا هان راح نسجل بيئة، هذا اللي هو اقصى رقم من اليمين راح يكون رقم المادة، والرقم اللي جنبه راح يكون رقم الشعبة. طبعا نتأكد قبل ما نسجل انه هاي الشعبة مفتوحة، فهذه مادتنا هي البيئة، الشعبة رقم 6 ورقمها هذا الرقم. بعد هيك بنرجع لصفحة الصفحة اللي كنا فيها، بنروح على التسجيل الذاتي. في التسجيل الذاتي راح نحط رقم الطالب والرقم السري اللي عطتنا اياه الجامعة اليوم عند التسجيل، ونحط على تنفيذ. بعدها بنختار موضوع تسجيل المواد. هان راح تظهر عندي قائمة المواد اللي أنا مسجلها خلال الفصل، وفقط أنا راح أسجل خلال الفصل الأول في كلية الطب هي مادة المتطلب. فبنرجع بناخذ رقم هاي المادة وبنحط كمان رقم الشعبة اللي راح ننزل فيها هاي المادة، وبنضغط على إضافة. طبعا عشان يحفظ النظام المادة اللي انت سجلتها لازم تتأكد انك عملت خروج من النظام. والسلام عليكم.